اخ اخوكم الجزائر. عارف الجزائر. طب انت متابع الاوضاع في الجزائر اقتصاديا؟ سياسيا؟ لا 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 سياسيا ما عنديش علم بالسياسه كتير. لا اقتصاديا وش في الاوضاع؟ لا والله انا عامه في الاقتصاد والسياسه انا ما بحبش اتدخل بيها. شغل يعني في الرياضه؟ لا في الرياضه بسم الله ما شاء الله يعني عليكم، عندكم فرقه كويسه وعندكم رياض محرز، بس لو ياخد فرصه اكتر من كده شويه عشان عايزين ينافس محمد صلاح، عايزين حد يطلع ينافس محمد صلاح ابننا. محمد صلاح حاجه انا عارف محمد صلاح واخد، بس عايزين رياض محرز اللي هو يطور من نفسه اكتر من كده. محرز اخذ الدوري قبل قبل محمد صلاح. لا اخذ احسن لاعب في لا 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 احسن لاعب في البريمير ليج قبل محمد صلاح واخده مع تشيلسي لو انت فاكر. محمد صلاح كان احتياطي. طب ما هو السنه دي رياض محرز لعب كتير، لعب 27 ماتش مكملين في الاحتياطي واساسي. بس لما محمد صلاح سبت وضعه عمل ايه؟ هو خد الهداف مرتين واحسن لاعب من رابطه واحسن لاعب في الدوري، يعني انت عاوز اكتر من كده تاني؟ لما خد احسن لاعب في انجلترا. طيب مين رياض محرز ولا محمد صلاح؟ رياض محرز. طيب ماشي، راجل كان عمل موسم واحد. طب فين الباقي؟ محمد صلاح موسمين ورا بعض بيعمل انجازات وخد دوري الابطال، رياض محرز ما خدش دوري الابطال. لا بس رابح ماجر اخذ دوري الابطال. لا رابح ماجر ده حاجه ثانيه، يعني حاجه ثانيه كده، كان فلته، كان حاجه يعني بسم الله مش انا ما تابعته يعني ايه ما اعرفش عنه كتير، بس تابعته حاجات كده طفيفه. لا هو الصراحه رابح ماجر يعني احسن واحد جه في الجزائر عامه او في العرب. وسط كل مشجعي الجزائري والله انا بحبهم جدا، واقول لكم يعني هو احنا اللي هناخد البطوله، بس عايزينكم تعملوا افضل ما عندكم، عايزين حد ينافس معانا علشان ما ناخدها ما نكونش احنا بس اللي فوق، احنا عايزين حد معانا ينافس معانا. شكرا.